warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di kediaman Habib Hamid Ali Drus yang baru saja melakukan tasmiyah cucu beliau yang pertama, Ahmad Rafasa Al-Kutri. Akan mengucapkan selamat, semoga menjadi anak yang soleh, bisa menyenangkan hati orang tuanya kelak, dan bisa berbakti untuk bangsa dan negara. Saya mengucapkan selamat juga kepada Bapak Hamid Al-Idrus sebagai ketua masjid, begitu juga kepada Habib Husin Al-Jufri yang sudah mempunyai cucu. Dengan demikian, maka Bapak berdua ini mendapat gelar kakek atau datuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ball.
Yeah.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاصبح على من قصه صلى الله عليه وسلم بأشرف المناصب والمراتب، أحمده على ما منه من المواهب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له رب المشارق والمغارب، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعاجم والأعارب، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه المعاتب والمناقب، صلاة وسلاما دائمين متلازمين يأتي قائلهما يوم القيامة إلا خائف. اللهم صل وسلم حتى أخرجني الله من بين عبين أبويا وهما لم يلتقوا إلا سفر واحد كان يحفظه ويدخله الصندوق. ولما مات فيما نحكم فإذا فيه نبي يخر آخر الزمان، مولده بمكة وهجرته بالمدينة. إنما بأمره فلما اشتكى بحق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا هامنا كأنه البدر في تمامه.
Yeah.
شماله وقيل لبعضه كأن وجهه القمر فقالت الأضواء من القمر إذا لم يهل دونه الغمام قد غشه الجلال وانتهى إليه الكمال. قال بعض واصفين ما رأيت قبله ولا بعده مثله فيعجز لسان البريء إذا أراد أن يعصي قبله فسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بالمعد الأسنى وأسرع به إلى قاب قوسين أو أدنى وأيده معجزات التي لا تعصى وأوقاه من خصال الكمال ما يجل أن يستلصى وأعطاه خمسا لم يؤتهن أحدا قبله وآتاه جوامع الكريم فلم يدرك أحد فضله وكان له في كل مقام عنده مقال ولكل كمال منه كمال لا يهوب بسؤال ولا جواب ولا يجول لسانه إلا بالصواب. من هذا كل كمالي ماذا يعبر عن علاك مقالي أنت الذي ومحوت بالأنوار كل قلالي وبك استناب القوم يا علم الهدى بالنور والإنعام والإبطال صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والآصال وعلى جميع الآل والأصحاب من قد خصهم رب العلا بكمال. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. جعل الله إياكم ممن يستودعه شفاعة رحمته ورحمته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وأهلي وفهم السالكين على منهج القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا في ذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مده ونصرته وعينا متمسكين بسنته وطاعته وأمدنا على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشرع الخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة. ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا نهب راسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت في ماء توبة الذنوب وسكرت في ماء المغفرة عيوبا. اللهم أمانا بالسنة الماضية عفوان معه قبار النفور إذا مثلها ولا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وقدرها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور. ووفقنا لعمل صالح فسناه لا مقر دور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين واليوم لقاضك من الذاكرين وعنا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اغفنا شر الظالمين. اللهم اغفنا شر الظالمين. اللهم اغفنا شر الظالمين واجعلنا من شفاعة
كريم لنا شفيعا وارحمني يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نذبه بعدها أبدا، واحشرنا تحت لوائه غدا، واغفر به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وأهل الذنوب يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على Peace.